الصرف الحلو بتاعنا النهارده اسهل منه ما فيش. كوبايه دقيق وبيضايه بقى عندك صنف حلو، عملناه قبل كده وعملته قبل كده على صفحتي في لايف وعجب ناس كتير وكان في منتهى الجمال. طيب بص يا احمد، بص صنف الحلو بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. طب بص المنظر كده، بص بقى مجرد ما نزلت في الزيت هتقبى ازاي، بص تقلب لوحدها ازاي. دي اسمها ايه؟ اسمها بغاشة. هتنزل مقاديرها على الشاشة دلوقتي علشان نشوف مقاديرها بتتعمل ازاي، ومش محتاجين حاجة كتير. كل اللي محتاجينه ايه يا رغدة؟ محتاجة كوباية دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، بيضاية، رشة فانيليا، رشة ملح، وزيت للقلية. اسهل من كده مفيش. ممكن ما نحتاجش عجان، ممكن تتعجن بايدينا، بس بصراحه انا ما فيش جهد ان انا اعجن بايديا، عشان كده هستخدمها في عجان. بصوا شايفين لونها عامل ازاي، ما شاء الله عليك. كل اللي محتاجاه دلوقتي، بصوا بقى، ناس كتير تقول لك ايه طلعيها وحطيها في عسل. لا انا ما بحبش كده. امال بتحب ايه؟ بحب ان هي تطلع وتتحط في بوله، تطلع وتتحط في بوله، وبعد كده بعد ما تخلص كلها اروح منزله عليها العسل عشان ما تشربش وتبقى عامله زي الطريه كده، وتبقى عامله زي اللي بتنز عسل. لا انا عايزه ان هي تفضل مقرمشه من جوه، سامعين؟ عندي العجان، ادي كوبايه الدقيق، بيضايه، فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه بسيطه جدا من الملح. ايه ده، مفيش سوائل؟ لا امال هتتلم ازاي بالبيضايه؟ البيضاية هي اللي هتلمها. بص شكلها عامل ازاي، بتقلبي كده زي ما بنعمل بلح الشام والزلابي علشان كله يبقى لون واحد. بص المنظر ما شاء الله عليك. سامعين الصوت؟ انا بقى برجع بعد كده اروح عامله ايه وهي في المصفى، اروح منزله عليها عسل. وممكن كمان ما ينزلش عليها عسل، ممكن يتحط في اطباق صغيره، يتحط عليها صوص كراميل، يتحط عليها سكر باودر زي الزلابيا، اللي انتوا عايزينه، ما عنديش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده طلعنا البغاشة، ممكن تزينيها بالعسل من فوق كده، ممكن تزينيها بكراميل، صوص كراميل، ممكن تزينيها بصوص شوكولاتة، زي ما انت عايزة. عايزة تطلعيها زي ما هي كده وتحطيها في عسل بس ماشي، عايزة تطلعيها زي ما هي وتحطي عليها وترش عليها سكر بودرة، زي ما انت عايزة، اللي انت عايزاه اعملي. طيب احنا اصلا عملنا ايه؟ العجينه اتعجنت اهي قدامنا وهوريها لكم. وتعالوا دلوقتي محتاجه نشابه، نعمل كده. بصوا العجينه ما شاء الله عليها، تمام. طيب عايز اقول لكم على حاجه حصلت معايا في الفاصل، انا لازم اقول لكم على اللي بيحصل. العجينه ممكن تلم معاكي من غير اي سوائل ولا اي حاجه خالص لو البضايه كبيره. لو البضايه كبيره مش هتحتاج معاكي اي سوائل. طب لو صغيره يبقى انت هتحتاجي ان انت تحطي شويه ميه صغيرين علشان العجينه تلم معاكي وتلم معاكي، وتسيبيها تتعجن شويه علشان
تبقى ناعمه. بصوا رشه دقيق على الرخامه وتبداي ان انت تفرديها. السمك بتاعها هيكون رفيع ما يبقاش تخين، علشان هي لسه لما تتحط في الزيت هتبدا ان هي تتنفخ. تعملي بقى مربع، تعملي مدوره زي ما انت عايزه، تعملي الشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده تلميها وترجعي تعجنيها تاني اللي انت عايزاه، ما عنديش اي مشكله. عايزه تعجنيها وتسيبيها تريح شويه علشان تتفرد معاكي بكل سهوله وما تاخدش معاكي وقت، ما عنديش اي مشكله. بالشكل ده كده. وابدا بعد كده اروح جايه كده هو ده كده باص. لا طبعا ما باص، انت بتعملي ده الاشكال اللي انت عايزاها. طيب هنيجي نعمل ايه في ده؟ اهو بالشكل ده كده. بقيت عندكم بالمنظر ده. اقلي في الزيت، طلعي زيني بسكر بودره او باي صوص او بعسل او بشربات خفيف ايا كان اللي انت عايزاه. وادي بالشكل ده كده بيطلع زي ما انت عايزه. اي شكل انت عايزاه وعلى حسب تشكيله العجينه اللي انت بتعمليها. وطبعا معجونه كويس وواخده التغليفه بتاعه الدقيق بتاعتها كويس، فهتطلع معاكي زي الفل. هتبداي تخلصي العجينه كلها مع بعضها، ترجعي بعد كده زيت غزير وتبداي تقلي بكل سهوله.